يخطئ من يتصور أنه ممكن أن تنتهي هذه الحقبة أو حقبة داعش بمجرد القضاء عليها عسكريا، وهذه عندنا تجارب يعني في أكثر من دولة، والآن يعني يبدو أنها أيضا يعني خصبة في ليبيا، لذلك هذا الأمر يصعب مكافحته شأن مرض الأميبيا ولا مرض السرطان، ما أن تستأصله إلا أن يطلع لك أو يظهر لك من مكان آخر، ولذلك هنا موضوع رفع هذا الاستئصال، إعادة البنية التأهيلية بطريقة أخرى قانونية وتربوية وإعداد نفسي كل وحالته، هذه المسألة طبعا أيضا ستطول ويحتاج لها جهود مشتركة دولية على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي حتى تكون مثمرة مسألة وعلى مستوى الفرد كما بدأت.